هل تعتقد أن حب شخص ما صعب؟ هل عادة ما تضع مصالح الآخرين في مقدمة قائمة أولوياتك أم في آخرها؟ هل من المهم بالنسبة لك أن ترضي نفسك أولاً أم الآخرين؟ هل تحب أن تتوقع الحصول على شيء ما مقابل ما تقوم به؟ تلك الصعوبات المتعلقة بالحب ترتبط في معظمها بالقوالب النمطية للحب. هذه حقاً واحدة من أكبر المشاكل المتعلقة بصعوبة حسن المعاملة، والفكرة الخاطئة هي اعتقادنا أن هنالك نوعاً من أنواع المودة الجاهزة التي يجب أن نستخدمها. ينبغي أن نتخلى تماماً عن هذه الفكرة، حتى لو توجب علينا أن نبني كل العلاقات على الاحترام، ثم علينا أن نكون أحراراً في تشكيل أفكارنا الشخصية عن طريق المودة وليس فقط فيما يتعلق بالعشق أو الرومانسية. من الصعوبات الأخرى المتعلقة بالمحبة التعليم الذي ينبغي أن نحصل عليه. هذه اللحظة من تعلم الحب، أو بمعنى أوضح تلك اللحظة التي نشكل فيها فكرتنا عن الحب، بالعادة تكون هي اللحظة في مرحلة الطفولة وفقدانها كذلك، أو حتى عند الحصول عليها بطريقة سيئة يمكن أن تضر بفهمنا للحب عندما نكبر، لأننا سوف نميل إلى إعادة إنتاج نفس المخطط الذي نعرفه جيداً والذي يظهر بأنه مألوف بالنسبة لنا. إننا نميل إلى الشعور بالقرب من الناس الذين نعرفهم، لأن القيام بذلك هو شيء سهل، وهذا هو الطبيعي. ولكن من المثير للاهتمام أيضاً فيما إذا كان بإمكاننا أن نذهب عكس هذا الاتجاه الطبيعي وبذل الجهد نحو ذلك الشعور الذي يجافي طبيعتنا.